احنا مستمرين مع حضراتكم وحديثنا عن الجامعات المصرية. عندنا كمان اخبار عن ادراج 24 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الاكاديمية، وده حصل السنة دي. خلينا نعرف بالتفصيل ايه اللي حصل. معانا على التليفون دكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. انا ببارك لك الحقيقة على ده، لانه احنا كنا بنتكلم في 2022، النهارده يعني بنتكلم على 24 جامعة داخل هذا التصنيف. في 2020 كنا بنتكلم على 4 جامعات مصرية فقط. برأيك يعني أي القطاعات اللي نهضت بالجامعات المصرية في هذا التصنيف، وإزاي تم هذا التطور؟ مساء الخير على حضرتك. بس عشان حضرتك تبقى عارفة، طبعا يعني تصنيف شنغهاي ده من أقوى التصنيفات اللي موجودة. صحيح. وهو تقريبا بيعمل الرانكينج او التصنيف في حوالي 45 تخصص في 5 مجالات، يعني في الجزء الطبي والجزء الهندسي وعلوم الحياه والعلوم الطبيعيه والعلوم الانسانيه. بيعتمد في التقييم في كل واحد من هذه التخصصات على 5 مؤشرات، منهم مؤشرين خاصين بالنشر العلمي. حضرتك هنا يا دكتور بتتحدث عن معايير هذا التصنيف للاختيار. بالضبط كده، عشان حضرتك تبقى عارفه ليه احنا بنزيد في هذه التصنيفات. يعني منها النشر العلمي، في منها 2 من المؤشرات دول لهم علاقه بالنشر العلمي الكامل اللي بيتنشر في المجلات ذات يعني بيسموها الكي 1 جورنال، اللي هي مجلات او دوريات العلميه اللي هي عاليه في المستوى. وكمان عدد الاستشهادات من ما تم نشره، والانترناشونال كوبريشن اللي هي التعاون الدولي في هذه القصه، ثم الجوائز اللي المنسوب بياخدوه. طبعا زي ما حضرتك يعني احنا بعد السنه دي تقريبا زاد اللي دخلت في النشر العلمي، اللي دخلت في الاكبر هو بيحسب اكبر 500 جامعه، يعني اول 500 جامعه. فالعدد الجامعات اللي دخلت في اول 500 جامعه اكثر من 4 اضعاف او 5 اضعاف تقريبا السنه اللي فاتت. احنا كمنصوره السنه دي احنا دخلنا في 10 من التخصصات. 10 ما بتسبقناش غير جامعة القاهرة بس 15 تصنيف، لكن احنا تاني جامعة في عدد التخصصات اللي دخلنا فيها. التخصصات اللي احنا دخلنا فيها دي منهم طبعا في 4 من الحاجات اللي انا قلت الحركة عليها، لكن منهم 4 في المجال الطبي و3 في المجال الهندسي و1 في العلوم الطبيعية و2 في علوم الحياة. اللي انا عايز اكد عليه بس حضرتك ان في من العشرة دول احنا 3 طالعين فيهم الاول، يعني الطب السريري والاول على مستوى مصر، يعني الطب السريري والتكنولوجيا الطبيه والعلوم الرياضيات. العلوم الرياضيات احنا الجامعه الوحيده اللي داخله في ال 500 الاوائل. ده بيعكس ايه زي ما حضرتك قولي، يعني كم النشر العلمي اللي تم. طب ليه النشر ده بيزيد؟ اولا الاهتمام وحدته الوزاره والجامعات لهذه المنظومه، لان حضرتك بتبصي يعني اي حد دلوقتي لما بيجي طالب عايز يلتحق بجامعه، واحنا طبعا في عصر العولمه، بيخش ويشوف الجامعه دي ترتيبها ايه، فده بيجذب لنا طلبه وافدين اكتر يعني. لما بيلاقي ان الجامعات حاجه ثانيه، جامعه ثانيه عايزه تيجي تعمل، وده يا دكتور اعتقد انه حتى يؤثر على الشهادات المصريه. يعني انا ببقى متخرج من جامعه مصريه معتمده عالميا في تصنيفات عالميه، ده يؤثر على الشهاده دي، ما سافرش بره ويقولوا لي شهاده محتاجه تتعادل. بالظبط، لما تيجي مثلا دوله بتيجي تبعت لينا طلبه بيبص على يقول انا مش هبعت الرانك الا جامعه الرانك بتاعها من 500 الاوائل او من 300 الاوائل. صحيح. او 200 الاوائل، فده كله كده. الاهتمام اللي احنا يعني اتعمل دورات كثيره عشان نقدر ندخل داتا بتاعتنا بالشكل اللي هذه
المنظمات اللي معنيه بهذه الرنكات تقدر تاخد منها الداتا ده. طبعا تعمل عليه دورات، والاهتمام كمان في كل جامعه ان احنا نزود حوافز النشر. يعني اذا كان في يعني حد من الباحثين بيشهر في الكي 1 جورنال بياخد حافز مادي من الجامعه بتاعته، فده كله طبعا سبب الغيره بقى العلميه زي ما حضرتك عارفه، والتنافس كل واحد حاله التنافس الايجابيه الايجابيه بالظبط كده بين الافراد وبين الايه وبين الجامعات ايضا الجامعات مع بعضها. فده صحيح. كله بينعكس في الاخر على منظومه التعليم العالي في مصر بحالها يعني. طيب حضرتك قلت ان جامعه المنصوره كان ترتيبها في يعني رقم كام في التصنيف، وايضا عايز اعرف الجامعات المصريه الجديده اللي انضمت السنه دي لهذا التصنيف. لا هو في جامعات كثيره دخلت، انا قلت لحضرتك احنا كنا السنه دي احنا 20 جامعه، يعني 24 جامعه زياده 20 على سبيل المثال. زياده عن التصنيف اللي فات 2020 يعني حوالي 20 جامعه. الزقازيق طبعا دخلت فيها، كان عندها قبل كده في العلوم الهندسيه دخلت يعني ليها في العلوم الهندسيه كويس، زودت الجامعات الصغيره زي جامعه كفر الشيخ دخلت بشكل كبير في 2 من التخصصات. عندنا في بني سويف دخلت في واحده، يعني في جامعات كتير دخلت المره دي ما كانتش موجوده قبل كده. صحيح. انا بشكر حضرتك دكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي.